وفي بداية كلمته أمام الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادية العالمية، قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شكره للرئيس بوتين على دعوته للمشاركة في المنتدى، كما شكر الرئيس القائمين على تنظيم هذا المنتدى الرائد الذي أصبح حدثا اقتصاديا متميزا عالميا مستقطب الاهتمام الدولي في عالم متعدد الأزمات. في هذه البداية أن أتوجه بجزيل الشكر لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا المنتدى الاقتصادي الهام، واسمحوا لي كذلك أن أعبر عن عميق شكري للقائمين على تنظيم هذا المنتدى الرائد الذي أصبح منذ إنشائه في 1997 حدثا اقتصاديا متميزا عالميا مستقطبا الاهتمام في عالم متعدد الأزمات تزداد فيه تحديات، أظهرت بوضوح درجة ارتباط مصائر الشعوب وتشابكها، إذ ليس بإمكان أي دولة أن تواجه وحدها الأزمات المتفاقمة في عالمنا المعاصر، بل إنها تحديات تتطلب تنسيقا لجهود ومساعي المجتمع الدولي بحثا عن الحلول الفعالة والمستدامة.